العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية خاصة الخاصة. عبودية عامة: كل الخلق عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية الثانية عبودية خاصة: هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل الخلق لا، الذين استجابوا لله والرسول، من آمن بالله سبحانه وتعالى. عبودية خاصة الخاصة هذه عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأعلى وصف يوصف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول عليه الصلاة والسلام. إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون.